السلام عليكم. اليوم نقف على الاشغال نتاع الازدواجيه نتاع الطريق الرابط بين مدينه سعيده ومدينه مشريه، اذا على امتداد حوالي 60 كيلومتر، فيه اجزاء تمت انتهاء الاشغال منها. وشوف هذه الصور على مستوى بلديه بوكطب باتجاه مدينه المشريه في ولايه نعامه، اذا فيه اشغال لإزدواجية هذا الطريق اللي يربط مدينة سعيدة بمدينة مشرية، إذا في الجنوب الغربي للوطن. نخليكم تتابعوا إذا هذا الفيديو حول الأشغال نتاع الإزدواجية نتاع الطريق الوطني رقم 6 بين مشرية وسعيدة. نترككم تتابعون، والسلام عليكم.